السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. اليوم جئناكم في خدعة غريبة جدا جدا، ولكن قبل ما نبدأ الخدعة أريد منكم أن تشاركوا في القناة والإعجاب بالفيديو. أول شيء أن تحضر 3 بلوكات، 2 عرض و3 طول، وتجيب نهاية الأحمر وتطرح هيك، لكن ركز معي وراح تشوف هاي الخدعة. أنا جيب هاي الشمعة، ركز معاي وراح تشوف الخدعة، خدعة غريبة. هاي الخدعة أيضا تفعلها في بيت أو في قصر أو في قرية. تشوفون بيضاء أيضا، ولا بعد هاي ايضا بنطرحهم. الان بنجيب من هاي الزجاج، الان بنطرح منها، ولكن شوفوا الان بنروح. واو، لقد انفتح هاي الابواب. انفتح هذا الباب، شوفوا على خدعة غريبة. لن يدري أي مخلوق في خدعتك، ولكن واو. لن بلن حشيش هاي، بلنديل هاي الخروف. واو، لقد دخلوا هاي الخروفان دخلوا. إيش هذا الخروف؟ واو، واحد دخل مست الباب، واحد من الجهة الثاني. أريدكم أن تدخلوا مست الباب. واو، لا لم يدخل الاثنين وسط الباب، واحد دخل من الجهة الثانية واحد من الجهة الثانية. واو، ليش لم تدخلوا من وسط الباب أيها الوسخين؟ ليش لم تدخلوا؟ واو، لقد عنده خروف صغير جدا.